السلام عليكم، اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من لقمه هنيه. الخميس يعني العزومه، يعني لمه العيله دي اهم حاجه. لازم يكون كده الواحد يكون ليه خير في اهله وحبايبه واصحابه، يتلموا اكله حلوه تلم الحبايب. نفس المقدمه بقول لحضرتك كل اسبوع، لان احنا طول الاسبوع بجد بناكل لوحدنا، كل واحد بياكل مع مراته مع عياله وخلاص. اما في يوم يجي الخميس النهارده اخر اليوم، او الجمعه بكره، السبت، الحد، حسب الاجازه الاسبوعيه لكل اي حد، وبيتجمعوا، بيبقى طبعا اكيد اللمه حلوه بالاكل، مش شرط نوع الاكل ولكن المهم يكون في اكل. عندي النهارده عزومه حلوه جدا لحضراتكم، بسيطه قوي ما فيهاش صعوبه. جوز فراخ شمرت قوي، جوز فراخ شمرت اللي هم البيبي قوي، شايفه عاملين ازاي، بلدي جدا، جايين من الفيوم كده الصبح. هيتحشوا بالرز مع الكبد والقوانص بطريقه سهله جدا وبسيطه لدرجه ان ممكن اي حد يخش يعملها، هو ده المطلوب. مش بس الواحد لازم ياكل فراخ شمرت او فراخ محشيه من ست الجده او من محل، لا، هخليك تعمليها النهارده لوحدك وانت واقفه في المطبخ وفي النار، وما تخافيش مش هفك، والتركيبه دي كلها نتكلم عليها واحده واحده. الطبق الثاني رقبه ضاني، صينيه رقبه ضاني محترمه كده بس بلسان العصفور، بطريقه تكون مختلفه وجديده. وطبق شوربه خضار فريش، طبق شوربه خضار فريش، هو موجود فيه شعريه، انا مش عايز الشعريه فيه، خليه خضار بس. خضار عندي في بسله، في فاصوليا، في جزر، في كوسه، في بصل وجزر، حبه خضار حلوين يتعملوا بطريقه سهله جدا وبسيطه. هطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية مع لقمه هنيه. طيب كنا قبل الفاصل النهارده بنتكلم مع حضراتكم على العزومه، على لمه العيله. هنعمل النهارده ان شاء الله ثلاث اطباق اسهل من بعض، اسامي كبيره ولكن تفاصيل ان شاء الله تكون صغيره. فرختين بلدي حلوين هنحشيهم بالكبد والقوانص، هنتكلم بالتفاصيل في تسويه الرز ازاي، الكبد والقوانص بعض الناس تحطها فبتجيب ميه فبتزفر الرز، هنتكلم برده بطريقه حلوه جدا. بعض الناس تقول لك وانا بحشي الفراخ بتفك مني، لا اصل ما اعرفش اربطها، هنتكلم بالتفاصيل. عندي رقبه ضاني او اي نوع من انواع اللحمه اللي يكون فيها عظم، رقبه ضاني، رقبه بتلو، حسب اللي موجود عندنا، هنعملها بلسان العصفور بطريقه برده سهله جدا وبسيطه. كنت بفرم من شويه مع حضراتكم حبه زعتر فريش، دول بيدوا نفس كويس قوي في الخلطه بتاعت او الصدمه بتاعت الرقبه الضاني. هنشتغل على طول مع حضراتكم، نخش ونتبل الرقبه ونخش على طول نشتغل واحده واحده. اول حاجه الزعتر ده موجود او مش موجود مش مشكله، يعني مش هو ده الهدف اللي عندي. انا عندي اهم حاجه حبه بهارات حلوين يكونوا كده لطاف، زي مثلا عندي ورق غار، حبهان، قرنفل، فلفل حصى، الحاجات دي كلها بتديني نفس كويس جدا وانا باخد اول صدمه. الصدمه دي يعني يمكن بتكلم عنها كتير جدا، ان انا اصدم اللحمه او اصدم الفراخ، بقول ساعات كتير جدا ان هي بتنفعني في حاجتين. الحاجه الاولى ان هي بتديني طبعا اللون الكريسبي واللون الحلو اللي احنا عايزينه، اما الحاجه الاهم من ده كله ان هي ما تجيبش مني ميه. طب لو جابت ميه هتبوظ؟ مش هتبوظ، بس هتبقى يعني ما خدتش الشوك ان انا عاوز او صدمه انا عايزها، هتبقى جايبه ميتها ويبقى الموضوع مختلف شويه. وزاد كمان لما يكون في حاجه فيها عظم لازم تاخد صدمه تكون كويسه وبسيطه. طيب هنجيب عندنا كده حاجه نطلع فيها الرقبه كده مثلا. ادي عندي الرقبه زي ما حضراتكم شايفينها فريش واضحه جدا اهو كده اهو، كلام جميل. التتبيله بتاعتي زي ما اتفقنا، هنجيب عندنا اول حبه ملح، بسم الله، وش وضح، نتبل الحاجه كويس، كله في البسيط، ما يبقاش حاجه زياده على اللزوم عشان برضو نعرف نظبط حاجتنا. البهارات دي كلها شايفها حامضه، انا فارمها كويس قوي جدا كمان بالشكل ده كده اهو، دي نفس برضو كويس قوي، مفرومه بقى في ايدي الهون في الكبه حسب اللي عندنا، ولكن دي بقى بتخش بقى يعني بقلب حته اللحمه وبتبقى تستها عالي جدا. حبه الاعشاب، وهنجيب كمان حبه زيت توم، بلاش توم مفروم عشان بس ما يلزقش ويبقى الموضوع معايا في الاخر محروق شويه من الطاسه اهو. بقلب اخد ريحه الزيت بتاع التوم ده، طعمه عالي جدا كده اهو، لو يعني مش مشكله، كلام جميل. ونقلب كويس جدا، وش وضح، حاجه تكون متبله واحنا لسه ما اشتغلناش بيها، تكون باينه وواضحه ويعني زي ما حضراتكم شايفين كده اهو.
حلو كلام، كلام جميل جدا. طيب وبعد كده هتعمل ايه؟ هنجيب عندنا الحلة السخنة دي، بسم الله، ناخد اول صدمة كده على طول من غير اي حاجة خالص، من غير اي حاجة خالص، سيبها شوية تاخد لسعتها، وبعد كده هنشوف الان فيها ايه، واحدة واحدة مع حضراتكم. الناحية التانية هكون محضر لها عندي سبع عصفور، كيس لسان كده يكون محمر، او لو حابين شعريه او حسب اي حاجه براحتنا، يعني مش شرط يكون سبع عصفور، بس سبع عصفور طبعا هيكون تيستو عالي جدا وبسيط. الجوانتيات، بعض الناس تتكلم على موضوع الجوانتيات بتاعتي بالمناسبه، يعني ايه موضوع الجوانتي الاسود ده؟ هو مش اختراعي، هو اي نعم يعني مش موجود كتير انا عارف، بس هو الجوانتي الاسود ده بتاع اللحمه بس، عشان نبقى واضحين كل حاجه ليها حاجه. ليه مش كلامي برضو؟ عشان دايما انواع اللحوم لما بتتمسك بجوانتي ابيض، لو فيها بالبلدي كده فيها دم او فيها حاجه، بيبقى شكلها مش لطيف في الجوانتي. فدايما الجماعه الامريكان والجماعه الانجليز هم مخترعين القصه دي عشان يبقى ماسك الجوانتي مش باين منه اي حاجه بس. فده موجود، ولو بصينا وسرشينا كده على اي سايد ليه علاقه بالاكل هتلاقي شيفات البروفيشنال بتشتغل بالوان الجوانتيات زي الوان القطاعات. يعني دي حاجه مش اختراع مني ولا حاجه ان انا اعملها شكل جديد، لا ده موجود. بس انا بس برد على بعض الناس اللي هي مش عارفه الموضوع او ليه هم فرحانين على فكره وبيطلبوا منين. يعني الناس فرحانه ان الجوانتيات دي حلوه هنجيبها منين، بس بعض الناس يقول لك طب ليه اسود، طب ليه. فانا حبيت بس اوضح الامور، هو بتاع اللحمه بس. يعني دايما الشيفات البروفيشنال اللي بره بيجيبوا الجوانتيات دي بيشتغلوا بيها في انواع اللحوم، والسبب قلته لحضراتكم بكل بساطه ووضوح. اما الجوانتيات العاديه دي انا عارف ان انا بلبس حاجات مختلفه شويه او الوان مختلفه، بس مش كل حاجه تكون مختلفه تكون حلوه، لازم يكون كل حاجه ليها سبب وليها هدف. يعني طيب بشوح كده عندي اللحمه، خدت اللون الحلو، في ريحه عاليه جدا طبعا، ريحه الضاني، ولكن الضاني طبعا لازم يحلو ب حاجه تديني ريحه كويسه زي الاعشاب اللي حطيتها او البهارات تكون ريحتها كويسه. طيب الفراخ، حاضر الفراخ هنشتغل بيها، ولكن عايز اعمل حبه رز سريع جدا، رز بسيط بالبهارات، ممكن نديله عندنا سنه قرفه، هنروقه ترويقه حلوه كده واحده واحده. ابو حميد صباح الفل يا فندم. صباح النور، اهلا بيك يا احمد، ازيك؟ الحمد لله، انا اول مره في حياتي اعمل مداخله في اي حته. يا حبيبي شرف لينا يا حماده. والله انا بحبك جدا 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 بجد، ربنا يخليك يا ابو حميد. منين يا احمد؟ نفسي اتصل بباباكم وما بعرفش اوصل له. الايه يا فندم؟ اول مره في حياتي اتصل بحد، والله اني بحبك جدا يا حبيبي. ربنا يخليك يا ابو حميد، ده من ذوق حضرتك والله. وكان نفسي اطلع مع حضرتك والله. ده شرف ليا. حضرتك شغال في المهنه ولا بتحب تطبخ؟ لا بحب اطبخ، انا طالب في ثانيه ثانوي. تانية ثانوي، جميل جدا. طب حلو جدا، قول لي بقى يا ابو حميد تطبخ ايه؟ بعمل كريب وبيتزا واشتغلت في المجال. حلو، هو ده كان هدف سؤالي. حلو، يعني انت عايز تطلع المسابقه معايا؟ نفسي والله. انت تنورنا يا ابو حميد. طيب ممكن تسيب رقمك مع زمايلي في الكنترول ونظبط مع بعض وقتنا؟ ماشي. معاك المنافس ولا هنجيب لك احنا منافس؟ حضرتك هاتلي منافس. يا حبيبي شرف لينا، انت شكلك واثق من نفسك، ولكن لو عندك منافس ماشي الكلام، ما عندكش احنا هنظبط لك برضو كل حد مع حضرتك في نفس المستوى عشان برضو ما نبقاش ظالمينك ولا ظالمين. ماشي الكلام؟ ماشي. تحت امرك يا محمد، بشكرك جدا لاتصالك، شكرا جزيلا لحضرتك يا محمد. ظبط مع الاستاذ ونشوف ان شاء الله الوقت المناسب، وتنورنا، شرف لينا انك تكلمنا وكمان تشرفنا. طيب زيت وزبده وبصلايه صغيره جدا ناعمه، زيت وزبده وبصلايه صغيره جدا ناعمه، ده الرز. الرز ده كتير جدا على الفرختين، بس انا عايز الرز لما يستوي انا برضو افرشه تحت الفراخ عشان يبقى الموضوع معايا زي الفل. بشوح كويس قوي الرز مع الزبده، اديله كمان سنه زيت كده اهو، وابدا اقلب كويس في الرز مع الزبده لحد ما يسخنه كويس. فكره البصلايه دي بتديني نفس كويس قوي، مع كمان شوف كده حماده اهو، حبيتين حبهان، رمفلايه، ورق غار، ده كله اكيد حلو. واحد بمستكه ماشي، ونقلب كويس لحد ما يسخن الرز، ونملحه ونبهره ونوطي عليه النار نص سوا كده، وبعد كده نشتغل بفكره الحشو. بقلب كويس سريعا عشان ما يغمقش مني، انا عايزه يكون برده كانه رز ابيض ولكن متبهر، يعني مش ملسوع.
كده اهو. هبدا احط عندي حبه ملح، طبعا هسيب اللحمه هناك بتتلسع وهو ده الهدف. حبه ملح حلوين كمان سنه، ونقلب مع بعض لحظات نرجع لهم تاني. تعال نبص على اللحمه اهو، شايف يا حماده حط نوش حاجه خالص لحد دلوقتي. طيب هتعمل ايه بقى دلوقتي؟ هجيب عندي بصلايه حلوه كده، ماشي الكلام كده اهو، ومكعبين زبده على الوش حلوين، وكمان ورق الغار والحبهان والقرنفل الحاجات دي كلها. وابدا اجيب عندي مرقه خضار ساده بسم الله، واسلق حاجتي كويس قدام حضراتكم هنا. هرجع للرز تاني اكمل تشويحه. لو عندي الفراخ مسلوقه من الاول كنت احط المرقه بتاعتها، ما عنديش عادي جدا بجيب عندي برضو مكعبين مرقه، اغطي على اللحمه عشان تكمل تسويتها، مكعبين مرقه خضار مفرومين، بقلب كويس جدا. هجيب عندي البهارات بتاعتي، ممكن احط عليها سنه قرفه لو حبيت اضافه زياده، معلقه بهارات حلوه كده، واقلب كويس. كلام جميل لحد كده، كلام زي الفل. خلاص الرز سخن، بعمل كده بجرب تمام التمام وزي الفل. هبدا اجيب عندي الميه السخنه بتاعتي او المرقه اللي عندي، وابدا اشرب الرز بتاعي كالعاده المعيار بتاعه كوبايه قدام كوبايه بسم الله. غطي الرز بالمرقه عشان يكمل تسويته، وما كده بنوطي عليه النار وبنغطيه اهو كمان واحده، وتمام التمام. نلم دايما كالعاده الجوانب اللي في الرز دي، شايفها حماده اهو، ونوطي النار ونسيب الرز عندي يستوي شويه. كلام جميل، كلام زي الفل. هرجع تاني هجيب عندي هنا كرفس وكرات وبصل وتوم، وانزلهم عندي في قلب المرقه الحلوه دي، واسيبها عندي تكمل سلقها. طيب اللحمه عندي شغاله تتسلق زي ما حضراتكم شايفين اهو، بالبصله بتاعتها بكل حاجتها وتمام التمام، وخليها تاخد وقتها. طيب هنبدا دلوقتي نخش على الفراخ ونتبلها تتبيله كويسه عشان نبدا نحشيها اول ما الرز ياخد اول سلقه. طيب خلينا نروق بس مكاني اول باول كده، بحس الواحد يبقى شغال على النظافه والدنيا تكون واضحه وبسيطه. هاخد خالد الاول هيطلعك فاصل، ماشي؟ يلا خالد. الو. طيب اديني يا استاذ سيد. يا استاذ سيد. الو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا بيك يا استاذ سيد. انا باشا حبيبي. اخبارك ايه يا فندم؟ عامل ايه؟ عامل ايه يا فندم؟ ربنا الحمد لله يا فندم، والله كله تمام. ربنا يبارك فيك. اهلا وسهلا بيك يا فندم. ربنا يبارك. تحت امر حضرتك. والله يا فندم انت من الشيفات الهايله يعني. ربنا يخليك يا استاذ سيد، حضرتك انت احلى. ربنا يعزك، انا بحب اطبخ برضه والله يا باشا. تحب تطبخ؟ اه والله. حلو جدا، قول لي انت شغال في المجال ولا انت هاوي؟ لا انا هاوي يعني. حلو قوي، قول لي بقى بتطبخ اكل ايه؟ يا بعمل حاجات كتير والله. حلو جدا، زي الفل، امرني امر. ربنا يعزك، كنت عايز اشترك معاك. يا حبيبي شرف لي. انت عندك كام سنه؟ عندي حوالي 31 سنه. حوالي 31 سنه، طب متاكد يعني من الرقم؟ ان شاء الله. ان شاء الله، طيب ممكن تسيب رقمك مع زمايلنا وننسق مع حضرتك مع منافس تاني ولا معاك انت منافس؟ لا يا باشا ان شاء الله حضرتك بقيت اكون انا منافسك، ممكن انافس معاك. تنافسني انا؟ يبقى انت كسبان يا برنس. ربنا يعزك. من غير ما تنافسني انت كسبان. ربنا حبيبي بشكرك جدا، شكرا جزيلا لحضرتك، ومع زمايلي ان شاء الله نظبط مع بعض وقت المسابقه وتنورني ان شاء الله. تمام، اي حد عايز ينافسني انا من غير ما ننافس واتعبكم ولا تتعبوني، انتوا كسبانين والله العظيم من غير حاجه يعني طبعا. طيب هتبل الفراخ ولا اطلع فاصل؟ نطلع فاصل عشان ما نزعلش المخرج، وبعد الفاصل نرجع يكون حتى الرز خد تسويه كويسه عشان نبدا على طول نشتغل ان شاء الله بالفراخ، ولكن بعد الفاصل. اتفضل. يا اهلا بيكم مره تانية معانا امه هنيه. طيب قبل الفاصل كنا احنا شغالين في الرقبه الضاني،
وسايبينها تستوي وتمام تمام. بصراحه في الفاصل اللون المرقه ما عجبنيش، قمت بديها معلقه صلصه طماطم واحده. بص المنظر، لون المرقه تمام وحلو، بس حاسس ان هو كان ممكن يبقى فيه احلى. فالاحلى ده ممكن يتغير ازاي؟ تديله معلقه صلصه، معلقه واحده اهي، معلقه طماطم بوريه فقط لا غير، وسيبيها تكمل تسويتها وتمام تمام. طيب هنخش نشتغل في الفراخ. الرز بص كده يا حماده، اه شايف الرز ولسه ما استواش، انا هاخد منه الجزء اللي هشتغل بيه وجزء التاني هسيبه عندي شغال برضو على نفس النار هاديه جدا وبسيطه. طاسه فاضيه سنه زيت، وهعمل الكبد والقوانص بالمره عشان انا مش عايز اعملهم بنفس الحله. هتقول لي ليه؟ اقول لك خلينا افضل في الامان نعمل حاجه بطريقه تكون نظيفه، عشان دايما برضو الكبده والقوانص والحاجات دي لو جابت ميتها والموضوع بقى معايا شكله مش لطيف احس ان الحاجه مش حلوه. بص الرز اهو سايبه متهوي وعلى نار هاديه. طيب سنه ملح بسيطه، سنه كمونه، وسنه بهارات ماشي، وفص ثوم كاني بعمل كبده اسكندراني بس على القد يعني تمام. وهجيب عندي معلقه، وهجيب عندي الطاسه تكون سخنه شويه. بسم الله. تشويح كده سريع، شايف الكلام اهو على نار عاليه. واجيب عندي باخد فلفل اسود كده اهو كده ان شاء الله ما فيش عندي حاجه اسمها زفاره. اشم الريحه، ريحتها عاليه جدا من غير ما بحط اي افتكاسات ولا غيره، زي ما انا كده تمام التمام. ممكن حتى كمان اخد النار دي بسرعه العاليه دي، اكمل بس تسويتي عشان الدنيا تبقى معايا كده تمام تمام جدا. طيب الفراخ هنتبلها الاول ماشي، ومال نتبلها الاول عشان انا عايز اعملها بقى كده ايه بطريقه حلوه كده وجميله. هنتبلها بحبه ملح كده اهو، عامل زي الحمام ما شاء الله كده اهو. الاول تتبل كويس من جوه كده ومن بره، وسن البهارات شايف كده، شايف حاجه تبقى متبله كلها كده اهو. فراخ طبعا دي ما شاء الله جزء الفراخ دول كانك بتاكل حمامتين يعني، مش حاجه اكتر من كده. عايز نبهر عليها حبه زعتر ومال، مش هيقول لي لا يعني، قدام قدامي وتمام تمام. بهارات مقرمشه ومال اهو، حاجتنا كلها اللي موجوده عايزينها تمام التمام كده لحد دلوقتي زي الفل. طيب هنجيب ايه؟ نجيب بصلايه حلوه كده صغيره شايفها كمان حته، وتديها سنه ملح برده وسنه بهارات، ونقلبهم في بعض كده. شايف انا بعمل ايه؟ اهي واحط الاول حته صغيره في قلب الايه الفرخه. جربوا الطريقه دي مش هنخسر حاجه. يا ام احمد صباح الفل يا ماما. صباح النور يا استاذ علاء. اهلا بيك يا ام احمد، ازي حضرتك؟ انا بحب حضرتك جدا جدا. ربنا يخليك يا ماما، انا من ذوق حضرتك، ربنا يعزك يا امي. انا والله العظيم اول مره في حياتي اكلم حد في برنامج. والله شرف لينا والله العظيم يا حاجه. وانا يا استاذ علاء كنت محتاجه من حضرتك خدمه او طلب لأختك. تحت امرك يا امي، لو في ايدي والله ما اتاخر. ربنا يخليك. انا كنت عايزه اتواصل مع مدام ريهام وكنت محتاجاها. عينيا الاثنين حاضر، حالا مع زمايلي نوصلك للاستاذه ريهام سعيد. عينيا الاثنين حاضر. حاجه ثانيه؟ اوصل لها امبارح اتصلت بيهم وفي الكنترول مش عارفه ايه، لقيت الخط قطع وبقيت ارن ومحدش بقى يرد عليا ثاني. معلش احنا اسفين، انت عارفه بس برضو ريهام سعيد عشان طبعا ربنا يديها الصحه والسلامه، لسه راجعه بالسلامه من الاجازه، فالضغط عليها كتير فاكيد طبعا ما عرفتش توصل لها، ولكن اعتبر نفسك وصلت لها ان شاء الله حالا دلوقتي مع زمايلي في الكنترول، ووصلك على طول لزمايلنا في برنامج صباح الخير. حاضر تحت امر. حاجه ثانيه؟ شكرا جدا ليكي. النبي يا جماعه وصلوها لزميلتنا الاستاذه ريهام سعيد. طيب عندي هنا الكبد والقوانص، شوف كده منتهى البساطه من غير حاجات كتير. ادي عندي برضو حبه الرز، ده لسه مستواش، انا عايز كده اهو ثلاث ارباع تسويه او نص تسويه، هو ده المطلوب. بص الحله من اولها زي اخرها، انت فاهمني بتكلم في ايه؟ اهو ونساوي اللي باقي ده برضو اهو. شايف الرز؟ بسم الله ما شاء الله اهو زي ما هو كده على نار هاديه برضو، خليه يكمل تسويته. الرز ما فيهوش حاجه، ما فيهوش افتكاسات، ما فيهوش تفاصيل كتير، ونغطي عليه
لحد ما يستوي. طيب هنا ده ما استواش لسه زي ما حضراتكم شايفين اهو. شايف انا جايب عندي الكبد القوانص، هناخد جزء منها والباقي هنحطه على وش الحله. شايف الكلام؟ تمام. برضو يديني النفس اللي انا عايزه ونغطي عليه. هنا هرجع تاني هقلب الاثنين مع بعضيهم اهو، شايف؟ تمام. نبدا نحشي الفراخ بعد ما تبلناها بسنه بصلايه كده بسيطه مع حبه ملح وحبه بهارات وتمام التمام. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ نبدا نحشي الفراخ. فراخ بسيطه جدا، متنظفه كويس قوي. ومدام امل، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكي امل هانم، ازي حضرتك؟ الله يخليك. اخبارك ايه؟ الحمد لله تمام. كله تمام الحمد لله. الحمد لله. انت دايما عارفين. دايما الحمد لله يا ماما، الحمد لله كله زي الفل. ربنا يخليك. تحت امر حضرتك. من فضلك بس عاوز اعرف طريقه اللحمه الضاني باللسان العصفور، لان انا لسه فاتحه ولقيتك يعني قربت. اوامرك اوامرك. ربنا حاضر. يخليك. حاجه ثانيه يا فندم؟ ربنا يخليك. صباح الورد يا مدام امل. حاضر. حالا نعيد اللحمه الضاني بلسان العصفور من حته الرقبه. يا امل هانم احنا جايبين النهارده رقبه ضاني فضل خير حضرتك، بلدي كده وحلوه. وتبلناها الاول بسنه ملح وحبه فلفل اسود مجروشين، مش ناعمين قوي عشان ما يبقوش باينين. حلو الكلام. وبعد كده خدنا عندنا حله سخنه وخدناها صدمه من الوش ومن الظهر. شوف انا بحشي وانا شغال كده، بحشي الجلد من تحت. شايف انت معايا يا حماده؟ معلش خد بالك، انت البطل في الحلقه دي مش انا ولا الفراخ، لانك انت هتبين اكتر حاجه انا بعمل ايه عشان المشاهد برضه يبقى واخد باله. ممكن اهو بحشي جلد الفراخ او صدر فرخه من الجلد اهو، وما زودش، ما افرحش ان هي بتتحشي وازود. ليه؟ لان الرز لما هيستوي هيبقى الموضوع برضو فيه كميه هتطلع بره، فمش عايز ابوظ الدنيا. تمام كده اهو. طب ما هي مفتوحه يا عم، هنعمل ايه؟ هقول لكم واحده واحده. ادي كده تمام. نرجع لايه التاني دي. طيب نرجع تاني لفكره الرقبه الضاني. تبلناها بالبهارات، لو عندك حبه اعشاب وماله، ما عندكيش برضو ماله. اعشاب زي ايه؟ زي الروزماري، زي اكل الجبل، الحاجات الحلوه دي. ممكن حبهان مطحون، حبه ورق الغار، كل ده مطحون. وتبلي حته اللحمه الضاني كويس قوي، وهات حبه زيت صغيرين، لو حبه زيت توم زي ما انا عملت ماشي الكلام، مفيش برضو مفيش مشكله. وبعد كده هتجيب عندك الطاسه، هتاخد الصدمه ما بين وش وظهر لحته الرقبه وتقلبيها كويس جدا لحد ما تحس ان هي خلاص اتلسعت وخدت اللون اللي انت عايزاه. شايف الحشو؟ تمام. دي الكبد والقوانص دي والرز حواليها، وهنا عملت اللي انا عايزه وتمام التمام. طيب وبعد كده هتعمل ايه؟ هبدا هجيب عندي، خلاص انا تبلت تمام التمام، دول مفتوحين كده، شكلها كانت معموله بتبارة اهي زي ما حضراتكم شايفين. تمام. نعملها تاني برده، مش هتقول لا اهو كده اهو. كمان واحده. تمام. هنجيب عندنا ورق الومنيوم ولا يهمك، الحمد لله. ورق الومنيوم واحده كده. هنجيب الواحده دي اللي هي زي ما حضراتكم شايفينها كده اهي. شايفها عامله ازاي يا حماده؟ اهو. وراح اعمل كده واروح عامل كده اهو. تمام يا فندم؟ اهو اهو. تمام كده اهو. وراح فاتح الحله ومسقط فيها الفراخ. يلا الثاني. كلام جميل. شوف يعني اعملي نفسك فيه. بص حاجه ما دام قدامي ما استحصلش حاجه في الشغل ابدا اهو كده اهو. وراح مواصله وعامل كده اهو، وعامل كده وعامل كده. كل بساطه اهو اهو. وراح مسقطها كده وغطي عليها وسيبها بقى تكمل تسويتها. يا نور من اهل اسيوط، صباح الفل واسيوط الجميله. ازيك يا استاذ؟ اهلا بيك يا استاذه نور، ازي حضرتك؟ الحمد لله، انا بحبك قوي قوي. ده شرف ليا ان اهل اسيوط بتابعوني مبدئيا يعني. لا الجمهوريه كلها بتتابعك يا اسيوط. بس شرف لينا والله يا فندم، ربنا يعزك. انا بحبك قوي، كنت عايز اطلع معاك في المسابقه. ده شرف لينا يا فندم، شرف لينا. انت عندك كام سنه يا استاذتي؟ انا عندي 24 سنة. حلو جدا. بتعرفي تعملي اكل بقى ولا هتجربي فيا؟ لا يعني الى حد ما، بس بعرف تعمل اكل يعني. ده شرف لينا. حضرتك هتجينا من اسيوط مخصوص ولا انت عايشه في القاهره؟
لا هو انا عايشه في اسيوط بس بروح يعني القاهره يعني. اوكي حلو جدا. طيب ماشي كده نظبط موعدنا عشان تنورينا ان شاء الله، يكون وقت انت موجوده فيه في قلب القاهره وتنورينا ان شاء الله وتدينا ويعني ونعمل حلقه كويسه. حاضر عينيا الاثنين. حاضر حاجه ثانيه؟ لا شكرا. مع زمايلي حالا سجلي اسم حضرتك ورقم تليفونك عشان المتابعه مع حضرتك بقى المسابقه. حاضر عينيا الاثنين. تمام جدا. انا عملت الفراخ بسيطه جدا، بس دايما السمك والفراخ اللي بعمل فيه الحركه دي سنه خل، خل عادي بص قد ايه مش كتير. حضرتك بتجيب منديل نظيف ونعمل كده عشان الزفاره اي حركه كده ولا كده نزلت ما بقاش الواحد خايف وقلقان. مش بس النظافه، الموضوع مش نظافه بس، لا الموضوع موضوع ان الفراخ دايما فيها سنه زفاره، لا قدر الله يبقى برضو تلم بكتيريا من هنا ولا من هنا، يبقى الواحد مأمن نفسه عشان لو حاجه وقعت مننا واحنا شغالين ما يبقاش حاسس ان انا برضو ايه مش عارف استخدمها تاني. ما هو ده مكان اكل، فلو وقع حاجه الطبيعي ان ما تترميش. يعني لو انا شغال في لحمه مثلا او في فراخ او باي حاجه، خساره ان حته لحمه تقع من ايدي يعني، وهرميها ليه؟ لو المكان مش نظيف لازم ارميها خلاص، لو وقعت على حاجه مش نظيفه. لو المكان نظيف لا انا اقدر استغلها تاني واشتغل بيها وزي الفل. نعم تمام. انا عندي اللحمه اللي اشتغلت بيها، هنرجع عليها برده سريعا. شايف المنظر عامل ازاي يا فندم؟ لحمه تستوي الاول وبعد كده هنصفيها وهناخد المرقه الحلوه دي وهديها عندي صوص لحمه اللي هو الديمي جلاس، وهقفل بيها الايه طاجن لسان العصفور. الشوربه اللي عندي النهارده هشتغل بيها شوربه فريش دي، هنحضر لها حاجه حاجه واحده واحده. عايز ابص على الرز، الرز يعتبر خلصان. شايف الرز ده اللي هيتفرد تحت الايه؟ تحت الفراخ. المرقه الحلوه دي خساره نرميها، فهعمل منها ايه؟ الشوربه. انا بس احب اوضح كل حاجه مع حضراتكم بشكل يكون سهل وبسيط. طب تعال نحضر حاجه الشوربه، تبقى واقفه بس على المرقه، والمرقه مش تاخد مني دقايق وانا بشربها يعني. اجيب عندي حله. نعم يا فندم. حاضر. حله صغيره بكل بساطه نعمل حبه شوربه حلوين. تعال نصفي الاول البطاطس على ما الحله تسخن ونشتغل واحده واحده. بطاطس صغيره جدا. هو انتوا لما بتصدقوا روح عند الحط شغلوا مزيكا، اتعلموا مزيكا، ردوا عليا صح. هو عشان انا سكت في طلع مزيكا، افترض ان الناس مش هتسمع مزيكا يا عم ولا تسمع صوتي، هنسيب لهم الدنيا هاديه شويه. ماشي. كنت بتكلم على البطاطسايه، اقطع دايما صغيره عشان خاطر برضو تبقى معايا في الاكل عادي جدا ولطيفه، ولكن بنحطها دايما كالعاده في حبه ميه عشان ما تسودش مني. ده رقم واحد. بحضر عندي حاجه الشوربه، شوربه عاديه جدا، بسله، جزر، فاصوليا، وكمان كرفس وكرات وبطاطسايه. الموضوع يكون فيه طعم كويس. لو انا حابب امشيها بمرقه الضاني عندي، حابب امشيها بمرقه الفراخ عندي. انا امشيها الفراخ لسبب واحد، مش كل الناس بتحب تشرب الشوربه تكون لونها متعكر او لونها متغير. طماطميه موجوده في الشوربه وماله، بس ممكن حد يقول لا احبها شفافه تكون رايقه كده ما دام فراخ بلدي وماله، وعندي برده لحمه بلدي وبس وماله برده، بس انا بقول برده ده وده. نعلي النار ونجيب سنه زبده وزيت. عايز اعمل شوربه حلوه. طب ما انت يا شيف بتعملها بالزيت دايما، ما انا عارف، بس لو عملناها بالزبده وما اتحرقتش هتبقى احلى واحلى. نشف بس الاول الميه اللي في الحله بمنديل بسيط اهو، اشتغل على نظافه وعلى مزاج. وهنجيب عندنا بصلايه مفرومه، نجيب معلقه كده. وهنجيب عندنا الزبده زي ما اتفقنا، نعمل حبه شوربه حلوين. ادي الزبده تنزل، حلو الكلام. ادينا واحده بس كده، وادي سنة الزيت ني في ني، مش عايز احرقها. سنة الزيت منتهى البساطة، لأن كتر الزبدة وكتر الزيت من دلوقتي هيطلع على الوش. بس بحب أكون واضح مع حضراتكم وصريح. طب وبعدين هنجيب عندنا بصلاية حلوة زي كده، ماشي الكلام، كرفس والكرات مع بعضيهم بكمية حلوة برضو. شوربة خضار، شوربة الخضار لازم تكون مظبطة كده ومتطعمة. كرفس والكرات بيدي طعم كويس جدا في الشوربة، والبصل كمان، وكتر الكرفس كمان أعلى وأعلى، طعمه حلو ومفيد جدا. بقلبهم مع بعض بشكل بسيط جدا اهو. يا شادي، شادي حبيبي، صباح الورد.
يا استاذ شادي. اهلا بيك واهل اسكندريه، عامل ايه؟ ربنا يخليك. اخبار البرد عندك ايه في اسكندريه دلوقتي؟ الدنيا 17 درجه مئويه، احلى هواء واحلى جو دلوقتي في اسكندريه طبعا، صح؟ طبعا طبعا، يعني هي اسكندريه دلوقتي تتراح. انت منورنا حبيبي على كل حته بتروحها وكل حاجه انت بنشوفك فيها بنتشرف بيك يا والله. حبيبي ابو كلام زي السكر، بشكرك لذوقك واحترامك، تحت امرك يا شادي. انا كنت بس عندي حاجتين بس عايز اقولهم لحضرتك. اتفضل. حاجه كنت اكلت انا قبل كده من واحد طيب جدا اسمه عم محمد في الماكس، تونه مشويه. تونه مشويه على الفحم. تونه مشويه على الفحم، تونه فريش ولا مدخنه؟ لا فريش، يعني سمكه تونه كبيره ومقطعها وشويه على الفحم. ايوه كلام جميل جدا. هو مش هيقول لي السر لغايه دلوقتي. ما هو بص هقول لك على حاجه صغيره، هو مش هيقول لك السر ولا حتى هيقوله لنا شخصيا غير لما نروح له. ايوه انا عزمك عنده يا حبيبي، ربنا يخليك. بس احنا انت اكلت التونه عنده على الفحم. طب قول لي دقتها فيها ايه، ممكن نقرب المسافات، قول لي. انا بحس ان هي لحمه مشويه، يعني كان لحمه فليت ومشويه متبله، وبيحطها في مش بيحطها في اللي هي الصاجه او الحاجه اللي هي بتتحط على الشوايه، بيحطها على الشوايه شبكه. بس طريقه التتبيله ما اعرفهاش. بيحطها على الشوايه بشبكه ولا بيحطها على على بلاطه؟ لا بيحطها في شبكه. في شبكه، حلو. تمام. والطعم بقى ايه؟ طعم زي اللحمه المشويه كده، مزز سنه. طيب مشطشط؟ تمام ماشي حلو. فانت عايز تعرف الخلطه بتاعته؟ طيب هو مبدئيا انا مش عارف انت بتتكلم يعني او ما ذقتش الحاجه. انا برضو انا سالتك على ميزز ليه؟ ممكن تكون متبلها بالليمون والمستارده. تمام، هي يعني بتتبل كده المستارده الخارده. تمام. مش المستارده اللي هو الاصفر بتاعنا اللي هو الحبوب دي طريقه. تمام. ولو عملها زي المشويه بتبقى ملح وفلفل وميه بصل، ما اعتقدش ان هي تتبلها بميه بصل. تمام. فلازم دي كل زياره الراجل ده بقى ان شاء الله. ان شاء الله. تمام. والحاجه الثانيه يا فندم؟ الحاجه الثانيه يا فندم عندنا احنا في الماكس صيادين بنطلع معاهم تسقيط. تطلع معاهم فين يا فندم؟ بنطلع مع صيادين بنصطاد من المراكب بتاعت الماكس عندنا في الشارع. حلو، كلام جميل. في شاب، انا عايز اوجه رساله عن طريق البرنامج بتاعك، في شاب صياد غلبان عنده حاله صرع، وقع وهو بيركن المركب بتاعته لغايه دلوقتي البحريه مش لاقياه، غرقان. فانا بوجه رساله من عندك من القوات البحريه ان هي تدور عليه، والشاب ده على جروب الصيادين عندنا في اسكندريه. يعني شاب صغير عنده مرض الصرع، ربنا يشفيه يا رب ويشفي كل مريض ويعطر اهله عليه، وقع من على المركب في الماكس. من على المركب، هو بيركن المركب مكان ركن المركب عندنا مزلقان في الماكس. ايوه تمام. هو بيركن المركب، في ناس شافته وقع ونزل وراه، بس الميه عندنا بتجري بسرعه فظيعه. ايوه طبعا محدش هي، بس انا بوجه رساله ان البحريه عندنا هيقدروا ان شاء الله يلاقوه عشان اهله بس. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يا رب يعطر اهلهم، يا رب يكون بسلامه دايما ويكون. وبلوا قد ايه يا فندم؟ هو بقاله ده تاني يوم. تاني يوم محدش لسه لقاه؟ لسه لا، لسه محدش لقاه. طب هو معلش انا اسالك سؤال، ما دام انت اتكلمت بقى حرام نقفل المكالمه على الفاضي يعني. طب سؤال صغير، هو طبيعته كبني ادم من غير ما ينزل الميه او ما بيشتغل، طبيعته عقليته؟ لا 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 لا، ده هو الحاله اللي هي زي التشنجات اللي عارف بتجيب. عارفها عارفها، ناس كتير كده ربنا يشفيهم يا رب. عارفها عارف يعني. انا ليه سالتك السؤال ده؟ هل هو في الطبيعي مثلا بيحصل له حاجه غير النوبه دي او حاجه؟ لا لا لا، ده هي النوبه دي حصلت له، وكل الجروب كاتب عن النوبه دي حصلت له، وهو بيركن المركب في المكس. يا عيني عليك. فهو فالناس ما اسمه ايه؟ طب نقول اسمه عشان لو حد عتر عليه. انا اسمه مش فاكره، بس الموضوع يعني بقاله فتره منتشر على جروب الصيادين. بس ممكن انا لو الرقم على الكنترول عندكم اجيب لكم بياناته بصورته بكل حاجه. احنا ممكن نعمل اي حاجه نساعد الراجل ده، انا ما عنديش اي مشاكل. طب ارجع هات اسمه وهات بياناته وابعتها لنا على الكنترول، حتى لو البرنامج عندي خلص ممكن نديه لحد من زمايلنا في البرامج اللي بعدينا، يعني نحاول نساعد ما نقفلش الباب. يا ريت يا ريت يا رب يعطر اهله عليه يا رب ويكرمه ان شاء الله. بشكرك شكرا جزيلا لاحترامك، وهي دي الرجاله والشباب ولاد البلد. انا بس خلاص كده سوختها سوتيه وتمام، ناقصه بس المرقه وخلاص. هي دي اخلاق الرجاله، مش بس الاسكندرانيه، هي دي اخلاق الشباب المصريين. اللي يشوف حاجه يروح يبلغ عليها. شاب وقع من على مركب مريض، ربنا يشفيه ويكرمه. نقطة الصرع دي انا اعرف ناس كتير قوي عندها النوبة دي، ورب يا رب ما يحكمها على حد ويشفي كل مريض. حاجة بتبقى لا إرادية، مش شرط يكون بيركب مركب، ممكن يكون هو قاعد جنب واحد لوحده في الميكروباص. انا شفتها كتير جدا وحاجة بتقطع القلب، اقسم بالله ما بقدر انسى المنظر ده، لان اعرف ناس قريبة مني عندها الموضوع دوت. لوحده كده او لوحدها كده تروح قدامك، ما حدش ينفع يفوق ولا اي شيء، لوحده
وربنا قادر على كل شيء. فعشر دقايق بيروح فايق تاني، ولا بصله بقى ولا برفيم ولا حاجه، هي حاجه لوحده كده بتبقى جايه لوحدها. ومرض ربنا يا رب يشفي كل مريض ويعفي كل من كان، لان الحاجه دي ما هيش صعبه، ما هيش سهله، حاجه صعبه جدا. ويا رب عطر اهله فيه، لان اكيد ابوه وامه مش ما ناموش اليومين دول، يا رب يشفي. فهتقولنا بياناته، ولو نقدر نحاول نعمل اي شيء نساعده اكيد. وبتكلم طبعا على المسطحات وعلى الشرطه البحريه، الناس بتعمل مجهود كويس جدا وناس محترمين، واكيد هم واخدين على كده ان اي حد بيكون بيتوه بيجيبوه في الميه بره الميه، الناس دي اكيد شغلتها، فناس محترمه، فاكيد لو وصل المعلومه او حد قال لهم اكيد برضو هيفيد الموضوع ان شاء الله. ان شاء الله ماشي. انت عايز تطلع فاصل؟ ماشي الكلام. هنطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نرجع نشوف اخبار بقى. خلاص يعني دلوقتي الرز ده خلاص على الغرف خلصان، شايف الرز عامل ازاي. الفراخ دي ما فيهاش كلام، نديها تقليبه كده بالمره عشان تستوي اكتر، تاخد الجنب التاني. هي شامورت، يعني الشامورت ده مش هياخد وقت زي الحمام. تمام، نقلبها كده قلبه حلوه، شايف يكون كله واخد حقه في التسلق بتاعه. وهناخد مرقه منها نشرب ال 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 اللهم صل على سيدنا محمد الشوربه. والناحيه الثانيه هنصفي بالمره الرقبه عشان ناخد السبع عصفور ونشوحه ونحطه في قلب الفرن. نطلع فاصل صغير بس. اتفضل يا فندم. وفضلش غير القليل. راجع سريعا مع حضراتكم، اللحمه الضاني زي ما حضراتكم شايفينها اهي طالعه، سايبها على جنب. صفيت المرقه، خدتها على جنب، المرقه عندي متصفيه شايفها حمده اهي، مرقه اللحمه الضاني. عندي حله تانية، الحله دي احط فيها عندي مكعبين زبده، سريعا جدا ان شاء الله اهو، ادي مكعبين زبده يسيحوا على السريع. هبدا انزل عليهم بلسان العصفور، يبدا يكمل برده معاهم. وبعد كده هنشرب على طول من غير ما احط اي حاجه في الطاجن ده على طول. شوربه الخضار، مرقه الفراخ شغاله وزي الفل. امال فين الفراخ؟ تعالى الفراخ اهي في الفرن. بص منظر الفراخ، فرشه زبده على الوش، فرشه زبده بس او زيت، مش عايز احط صلصه، زبده بس اهي، شايفها؟ سيبها بقى خمسه وهنرجع لها كمان شويه هنشوفها عامله ازاي. تحمر الرز بتاعها، بص الرز يا فندم، ادي حبه الرز اللي احنا طلعناهم، بص رز يعني مفيهوش كلام. ودي طبق للشوربه هنغرف فيه على طول، بس نسيبها شويه، نديها حبه ملح وفلفل بالمره عشان خاطر نقفلها، سنه ملح كده اهو وسنه فلفل ماشي اسود مش مشكله، ونسيبها تكمل تسويتها. نرجع هنا لسن العصفور اهو، سخن وزي الفل وتمام التمام. هجيب عندي هنا الرقبة، بسم الله كده اهو. لو في وقت هندخلها الفرن، مفيش وقت، قدمنا على طول على النار. هنجيب عندنا مرقة نشرب، بسم الله انسى، حط عليها حبة صوص اللحمة ونسيبها تكمل تسويتها كده على السريع، مش تاخد مننا وقت ان شاء الله، على مدار خمس دقائق تطلع على طول. الطاجن بتاعها جاهز للغرف، انا بوسع بس النفس عشان اطلع حاجتي كلها واوسع. قول لي بقى انت معاك كام دقيقه بقى كده بصراحه عشان نبقى واضحين مع بعض. ست دقائق زي الفل عشان الاذان. انا احب الصراحه قوي عشان اقدرك وتقدرني النهارده الخميس اخر الاسبوع، ما بقاش احب اكون مروح كده وانا مضايق حد من زمايلي. الدنيا كلها تحت امرك بس كده انت تؤمر، هو مفيش غيرك بيعمل كده يا محمد. انا عارف انا عارف. دي الشوربه خلاص تاخد وقتها وغلوتها، الشوربه عندي تمام، ما دام في ست دقايق ما تدخل تليفونات انا تمام، يعني انا الحاجه بس هتكمل تسويتها وطلعها، خلي نص ست دقايق تليفونات ونصهم غرف، ايه رايك؟ يلا بص بقى كده هنا الفراخ نعمل ايه بقى برضه؟ نديها فرشه تاني اهي، شايفها؟
انا هطلعها قدام عشان نوضح برضو انا عايز اقول ايه وبعمل ايه. نطلعها كده بره لحظه. شايف الفراخ قدامك كل حاجه اهي واضحه ولا ايه؟ عارفك لمع تاني زبده اللي وقعت مني دي اللي انا شايفها اهي على وش الفراخ. احنا كل مره بص الرز عامل ازاي يا حماده شايف؟ اه نعم يا فندم. يا مدام ايمان صباح الورد يا فندم. صباح النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك، اخبارك ايه؟ الحمد لله يا رب تكوني بخير يا فندم. تمام ازي حضرتك؟ الحمد لله والله يا ست الكل. اخبارك انت عامله ايه؟ الحمد لله تحت امر حضرتك. اتفضلي. سعداء برؤيه حضرتك. نعم يا فندم. سعداء دايما برؤيه حضرتك. ده شرف ليا يا فندم والله، ربنا يعز حضرتك. الله يخليك. ربنا يخليك. بعد اذن حضرتك كنت بس عايزه اعرف الفراخ اللي حضرتك حشيتها دي، انا عايزه بقى اعرف طريقتها بحشوها بالفريك ومعاها شوربه الفريك. حاضر عينيا الاثنين حاضر. وبعد اذنك بقى اتمنى كده واتشرف ان انا اشترك مع حضرتك في المسابقه. ده شرف لينا يا فندم. و يعني تملي انا بقى على طول بحضر اليوم بتاع المسابقات ده وبتمنى اكون ايه مع حضرتك. يا فندم تنورينا مبدئيا ليوم المسابقه، ده حاجه على جنب مع زمايلي في الكنترول، بس حضرتك سجلي رقم تليفونك عشان نظبط مع بعض المواعيد. دي حاجه. انا بعرف اعمل يعني حاجات كتيره قوي وبعدين انا ام اساسا يعني. على راسنا يا فندم والله العظيم. على راسنا واكيد هتعملي اكل يشرفنا وندوق ونتبسط من حضرتك اكيد. الله يكرمك. تمام دي حاجه، الحاجه الثانيه الفراخ هنشيل الرز وهنعمل نفس الطريقه بالفريك، بس الفريك يكون منقوع كويس مغسول كويس. هنديله بصلايه مبشوره، طماطمايه مبشوره، مكعبين زبده، فص ثوم يتشوحوا يبقوا شتيه، تنزلي بكوبايه الفريك تشربيه بالمرقه او بالصلصه ونص تسويه وتطلعيه يبرد شويه وتحشي الفرخه ورق الالومنيوم، عندك مرقه بتغلي تسقط الفراخ تستوي تطلع تتحمر بالشكل اللي بتكلم عنه. تاخدي من المرقه بتاعه الفراخ اللي سلقنا فيها شوربه، حضرتك هتصفيها كويس تعملي بيها برده حبه فريك في قلب بطرح الخضار في قلب الحله. الشوربه دي خلصانه اهي، نغرب بالمره. بسم الله. اتفضل. حبه شوربه خضار بيتي جدا بس معمولين بضمير بصراحه، انا عاملهم بضمير شويه لان انا بحب الشوربه البيتي برده تبقى ليها مزاج عالي جدا. تعال نطلعها على طول على المائده كده اهو، وكمان وكمان وكمان. الله 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 الله، كلام جميل. يعني اكون طماع لو عملت اكتر من كده بصراحه، مش عايز اقعد بقى اكتر من كده اكون طماع. قالي تحميرة الفراخ من الفرن. اتفضل. ونبص برضو على اخبار الطاجن لسان العصفور ايه. شايف الكلام؟ تمام. نطلع الفراخ دي خلاص اتحمرت. عايز تحمريها على الطاسه براحتك، بس انا مش كل مره هعملها على الطاسه كتحمير، يعني بحاول دايما اغير لحضراتكم من هنا ومن هنا. بص منظر الفراخ، شيل طبعا الدباره دي خلاص باينه جدا واضحه للشيء ده. بص اهي شايفها يا حمود؟ بس ما انت اللي عمنا يا عم اهو. ما مش عايز بقى احط مكسرات واحط مش اي كده، زي الفل قوي من هنا والشفا لحضراتكم. يطلع على طول الفرختين بمنتهى البساطه والسهوله زي ما قلت لحضراتكم من شويه، دول جايين من فيوم الصبح فريش يعني اهو. الحشو باين، شايف الكبد والقوانص حاجتك مستويه، الامور باينه جدا ما فيهاش حاجه بالهنا والشفا. ما رضيتش برضه اقول لكم زي ما قلت لكم تحمرها في الزيت لو انت عايز، احمرها في الزبده براحتك. يا مدام منى صباح الورد يا فندم. حضرتك يا شيخ. الو. ايوه صباح الفل. اهلا بيك يا مدام منى. ازاي حضرتك؟ الحمد لله يا فندم. حضرتك منورنا دايما. ده انت اللي منورنا في التليفون يا فندم. ربنا يخليك. تحت امر حضرتك. بقول لحضرتك انا عايز اعرف الرز اللي تحت الفراخ ده حضرتك عملته ازاي؟ حالا يا فندم. حاضر ماشي. على فكره انا حاطه جوه الفراخ كمان. اه يعني انا جبت الرز حطيت أيوة زبده وزيت معايا يا مدام منى؟ ايوه انا مع حضرتك. زبده وزيت، وجبت عندي نص بصلايه ايوه ورقتين غار وحبيتين حبهان شوحتهم أيوة. مع بعض مع حبه رز مع كوبايه رز أيوة. مصري عادي تمام أيوة. وحطيت أيوة. عليهم حبه ملح بهرتها يعني، جبت عندي سنه قرفه سنه بهارات مشكله شوحت كله مع بعضه، وجبت عندي الميه بتاعتي او المرقه وشربت أيوة. الرز عادي جدا. جبت عندي كبد والقوانص سن التوم بسيطه ملح يعني وكمون. كوبايه ايه يا فندم؟ كوبايه كوبايه ايه؟ الرز؟
مظبوط ده ستاندر، كوبايه الرز المصري قدامها كوبايه مرق. وانا بقلب يعني وانا بقلب. مش سامعك يا فندم، اتفضلي. بنفس الطريقه يعني كوبايه الكوبايه. بنفس الطريقه كوبايه كوبايه، لكن بنضيف على الرز بنطعمه شويه بحبه بهارات، مثلا لو حابه تحطي عليها مثلا حبه قرفه، حبه بهارات مشكله، حبه حبهان، ورق الغار، بتديله تيست كويس. وبعد كده بتحط عليها عندك المرقه يستوي عادي. طاسه ثانيه فاضيه بتجيب عليها الطاسه دي حبه الكبد والقوانص مع سن الثوم بسيطه، ملح وفلفل، وتقلبيهم سنه كمون كده، بتعملي كده اسكندراني. وحطي في الاخر الجزء على اللي هتحشي بيه، والجزء التاني بتسيبيه كمل تسويته على النار. حاجه تانية يا فندم؟ لا شكرا لك. صباح الورد يا مدام منى، تحت امرك. حاضر، شكرا جدا ليك. لسان العصفور اهو زي ما حضراتكم شايفين. انت عايز تقول ايه؟ هو انا بس ممكن اسيب ده يتشرب شويه؟ ما فيش وقت، بس هو واضح قدام حضراتكم اهو كل حاجه. بحب برضو معلش وكان ممكن الميه دي تشرب شويه، بس ما دام ما فيش وقت برضو احنا الحمد لله نعمه وزي الفل. طاجن لسان العصفور بالرقبه الضاني، بسم الله. الله 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 الله. شايف الكلام يا حمودي؟ طبعا لسان العصفور ده لو حبيت ان انا اشربه شويه يعني يصبر سنه كده يعني ينشف يبقى افضل. ما حبيتش هو تمام مستوي على ما اعتقد وباين قدام حضراتكم، ولكن لو حبينا يبقى الطف برضه لو احنا حبينا يطلع على طول على المائده. تمام الكلام وزي الفل زي ما حضراتكم شايفين. على ما اعتقد ثلاث اطباق اسهل من بعض. دي كانت حلقتنا النهارده الخميس مع حضراتكم كالعاده يوم العزومه. بكره ان شاء الله لو ليا عمر حلقه مسابقه لطيفه جدا لحضراتكم. اكل بيتي جدا، فراخ محشيه بالرز وكبد القوانص، شوربه خضار بلدي جدا، والناحيه الثانيه عندي رقبه ضاني بلسان العصفور وسوس اللحمه مع حضراتكم. حلقه جديده والسلام عليكم.